فازت المصرية رنيم الوليدي فازت ببطولة البونة للسكواش سيدات، وطبعا البطولة دي من أهم 7 بطولات في العالم للعبة السكواش. لما فازت رنيم للمرة الثانية على التوالي في البطولة دي، الحقيقة كل اللي موجودين أشادوا بيها، مش عشان هي كسبت الماتش النهائي بس، إنما كمان عشان نوران اللي كانت بتلعب قدامها حصل لها مشكلة في الركبة أو إصابة في الركبة في الشوط الثالث. فلما رنيم فازت وأنهت المباراة لصالحها عملت لقطة أخلاقية جدا. واحد، ما احتفلتش أبدا ببطولتها غير لما اطمنت على زميلتها من الطبيب الخاص بيها، والحقيقة إن هي رفقتها أو مشيت معاها لحد ما تأكدت إن هي بقت كويسة ووصلت للمكان المناسب. الناس أشادت بلعب رنيم وبأخلاق رنيم. As she's done it. Very, very sad to see. Hopefully, Narong Gahar will be able to get that knee scenario sorted. أما لما كانت رنيم في بطولة العالم بتلعب وحصلت عليها لأول مرة في حياتها، طبعا هي مصنفة الأولى على العالم، لما حصلت على بطولة العالم ومع المباراة النهائية وانتهائها، أول واحد جريت عليه كان منطقي تجري على صديقها وزوجها وحبيبها وشريكها اللاعب طارق مؤمن المصنف الثالث على العالم. كمان دي لقطة حلوة جدا تابعناها لما رنيم كسبت بطولة العالم. Obviously, Noelle Shabini played her part. Two-time world champion. So impressive by Raneem Al-Waleeli. That's got to sound good. 2017. يعني رنيم كسبت البطولة والحظ. معانا بطلة العالم رنيم الوليلي وزوجها كابتن طارق مؤمن المصنف الثالث على العالم في السكواش. أهلا بك، تفضل، مبروك يا رنيم. ألف مبروك على كل حاجة حصلت الكام شهر اللي فاتوا. الله يبارك. مبروك كابتن طارق، مبروك كابتن رنيم.